السلام عليكم، سنشاهد في هذا الفيديو طريقة زيادة الذاكرة الحية أو الرامات على أي لابتوب، وكذلك سنشرح في هذا الفيديو قراءة الأكواد والرموز المتواجدة على الرامات، ولكي تضيف نفس الرام أو يحصل أي مشكل لك عند تركيب هذه الرامة. لاحظوا هنا هذا اللابتوب به 4 جيجا، يعني هذا قبل تركيب الرامة. سأريكم في نهاية الفيديو كم أصبحت لدينا حجم الرام. أولا سنبدأ العمل بإذن الله، ونحتاج إلى مفك بلاغي هنا، كذلك نحتاج إلى هذا لكي يفتح لنا اللابتوب. ممكن تحتاج إلى هذه لكي تنظف الغبار المتواجد على اللابتوب، وكذلك نحتاج الرام الذي سنضيفها على هذا اللابتوب. كما قلت لكم في الجزء الثاني من الفيديو سأشرح لكم كيفية قراءة الأكواد والرموز على هذه الرامة، يعني يجب أن تعرف الأكواد والرموز لكي تضيف نفس الرامة على جهازك اللابتوب، لكي لا يحصل مشكلة تجمد كمبيوتر أو بطء أو عدم إقلاع أو غير ذلك أو شاشة زرقاء. كل هذا في الجزء الثاني من الفيديو نعرف ونشرح قراءة أكواد متواجدة على الرامات. أولا نبدأ العمل وسنقوم بفتح اللابتوب خطوة بخطوة. تابع معي كيفية الفتح طريقة خطوة بخطوة. سأقوم بفتح أولا البطارية هنا، يعني طريقة سهلة وبسيطة جدا، يعني لا تحتاج إلى، يعني تابع خطوة بخطوة وستعرف كيفية إضافة هذه الرامة على جهازك اللابتوب. نقوم هنا بفتح، لاحظوا هنا هذا قارئ أقراص دي في دي، هذا هو البرغي الذي يقوم بتثبيته. نقوم بجذبه هكذا، يجب أن تزيع قارئ الأقراص أولا، ثم البلاغي الخارجية المتواجدة على الغلاف الخارجي، هذه هي هنا. كما قلت لكم في الجزء الثاني من الفيديو سنعرف كيفية قراءة الأكواد والرموز المتواجدة على الرامة، يعني يجب أن يكون نفس الأكواد ونفس الرموز، يعني عند شرائك الرامة يجب أن تعرف ما هو الرمز الذي لديك على الرامة المتواجدة على هذا اللابتوب أو اللابتوب القادم الذي لديك، لكي يصبح نفس الأكواد ونفس الرموز. نقوم بنزع هنا هذا المسق، ثم يجب أن تتبع البلاغي المتواجدة على اللابتوب، ثم نقوم بهذه الأداة ونقوم بفتح البلاغي. توجد بعض البلاغي يعني مختفية يجب أن تبحث عنها، ثم طريقة نزع لوحة المفاتيح هكذا. لاحظوا كيف تنزع الغطاء العلوي، يعني في بعض اللابتوبات تقوم بنزع لوحة المفاتيح، أما في هذا اللابتوب فتقوم بنزع الغطاء العلوي فقط. يعني طريقة فتح أي لابتوب متشابهة مع الآخر هكذا. لاحظوا هنا، بعدها سأقوم بتسريع الفيديو لكي لا أطيل عليكم. بعدها نقوم بجذب الغطاء السفلي هكذا، ستجد مباشرة يعني الرامات والقرص الصلب وغير ذلك. لاحظوا هنا، ها هو مكان تركيب الرامة، يعني لديها نفس المكان. هنا تستطيع إضافة رامة ثانية هنا، سنقوم بإضافتها الآن على هذا الفيديو. لاحظوا طريقة التركيب كيف هي. لاحظوا كما قلت لكم يجب أن نعرف أكواد والرموز يجب أن يكون متشابها على مع الرامة التي لديك القادمة. لاحظوا طريقة التركيب هي كيف هي هكذا، نقوم بدفعها قليلا ثم ضغطها إلى الأسفل، ستحكم مكانها هكذا. طريقة سهلة وبسيطة جدا هكذا. وبعدها سنقوم بتنظيف كذلك قليلا من الغبار، وسنقوم بإعادة الغلق كما فتحنا من قبل. سأقوم بتسريع الفيديو لكي لا أطيل عليكم هكذا، ثم بعدها نقوم بإعادة قارئ الأقراص دي في دي إلى مكانه، ونقوم بإعادة تثبيت البلاغي هكذا، ونقوم كذلك البلاغي الخاصين بالمكان اللابتوب أو البطارية عفوا. طريقة سهلة وبسيطة جدا. ثم بعدها نقوم بتركيب البطارية ونقوم بإشعال اللابتوب، ونرى مدى حجم الرام أو مدى أصبح لنا حجم الرام أو حجم الذاكرة على هذا اللابتوب. سنقوم بالدخول إلى بيوس، لاحظوا هنا دخلنا إلى بيوس، أصبحت لدينا الرام هنا 12 جيجا بعدما كانت لدينا 4 جيجا. هذه هي كلها طريقة التركيب. فأما الجزء الثاني من هذا الفيديو سنشرح كيفية قراءة الرامات. لدينا هنا على الكمبيوتر المكتبي رامة، ولدينا هنا الباص 5300 يو، ولدينا في هذه الرامة 4200 يو، فالباص مختلف بينهما. فعندما تقوم بتركيبها مع بعض ممكن أن يسبب لك مشاكل على الكمبيوتر، يعني يجب أن يكون لديك نفس الباص لنفس الرامات. مثلا 5300 يو تركبها مع 5300 يو، وكذلك 4200،
تركب مع 4100 تأتي هنا على دي دي ار 3. فهذه الرام وتم تلف كينغستون تقدر ب 4 جيجا، ممكن أن تركبها مع كل الأجهزة. تأتي هنا عند هذه الرام هنا في متم تلف 10600. فهذه الرام هنا عندما تركبها مع 12800 اس ممكن أن تسبب لك مشاكل، فتجد مثلا عند الإقلاع ممكن أن تجد خطوط عند إقلاع الكمبيوتر، مع العلم أن الرام التي لديك هي سليمة ولكن الباص ليس متوافق، حيث أنك عندما تقوم بتركيبها لوحدها على الكمبيوتر فهي تشتغل عادي بشكل عادي، ولكن إخواني المجموع الباص فهو موضوع يحتاج إلى شرح لكي تقوم بإضافة رامة جديدة إلى جهازك الكمبيوتر. فكما قلنا الرامات التي تحتوي على باص 10600 فهي تركب على الجيل الأول والجيل الثاني، والرامات التي تتواجد بها باص مثل 12800 اس فهذا الباص عالي تركب على الأجهزة الجيل الثالث. لدينا هنا نفس الرامات من دي دي ار 4 وهما لهما نفس الباص يعني ومركبين على الكمبيوتر يعني ويشتغلون بشكل عادي جدا ولا يوجد أي مشاكل يعني. وهذا بالنسبة لأجهزة البي سي. نأتي هنا إلى أجهزة اللابتوب، دي رامات اللابتوب. أولا لكي نعرف نوع الرامة هل هي دي دي ار 1 أو دي دي ار 2 أو دي دي ار 3، حيث لإضافة رامة إلى جهازك اللابتوب يجب أولا أن تعرف ما نوع الدي دي ار. هنا لدينا رامة الدي دي ار 2 أو دي دي ار 2، فبعض المرات الرامة تكون مكتوب عليها على الرامة تكون مكتوب عليها دي دي ار 2. لكي تفرق بين الدي دي ار 2 والدي دي ار 1 يعني نلاحظ هنا الفتحة، فتحة الرامة هنا فتكون متباعدة بالنسبة للدي دي ار 3 وبالنسبة للدي دي ار 1، فالفتحة الرامة هنا التي عند الأسنان تكون مختلفة عن الأخرى. وكما شرحنا سابقا في بعض الأحيان يكتبون نوع الدي دي ار على الرامة، ولكي تفرق بشكل أفضل وهي الأسنان هنا تكون متباعدة أو فتحة الأسنان هنا بالنسبة للدي دي ار 1 و2 و3. فهنا تعرف كيف لديك الرامة على اللابتوب وما هو نوع اللابتوب الذي لديك، تعرفه عن طريق الرامة يعني دي دي ار ا ولا دي دي ار 2 او دي دي ار 3. نأتي للمرحلة الثانية وهي قراءة رامة اللابتوب. لدينا هنا رامة فيها 10600 اس ولدينا هنا رامة لابتوب مقدرة ب 12800 اس، حيث ان عندما تقوم بتركيبها مع بعض فيمكن ان توافق في حالات في بعض الحالات فقط، ولكن في بعض الحالات قد يحدث لك مشاكل لان فالرامة التي لديها 10600 فهي تركب على أجهزة اللابتوب من الجيل الأول والجيل الثاني، والرامة التي لدي فيها 12800 أس فهي تركب على الجيل الثالث. وهنا لدينا رامة بها 12800 أس بمقدرة ب 2 جيجا ورامة الأخرى 4 جيجا 12800 أس، يمكن أن تركبهم مع بعض بشكل عادي جدا. وهنا رامات على نفس الباص ب 10600 ولكن مختلفة في التخزين 2 جيجا والأخرى 1 جيجا، يمكن أن تركبها مع بعض بشكل عادي ولا يحدث أي مشاكل. ونأتي هنا عند رامات اللابتوب الدي دي ار 3. فالدي دي ار 3 فهو لديه أكثر من نوع، يعني ما هو ماذا نقصد بأكثر من نوع؟ فنلاحظ هنا هذه الرامة هنا مثلا، نلاحظ جيدا هنا لدينا 2 جيجا 2 جيجا هذه خاصة بالدي دي ار 3، ونلاحظ هنا بي سي 3 يعني بي سي 3، كما نلاحظ هنا 10600 اس. فال10600 هنا حيث إذا كان عندك لابتوب من الجيل الأول ولابتوب من الجيل الثاني فأنت تستخدم الرامات الذي عليها باص 10600 ولا تستعمل الرامات التي عليها بي سي 3L. هنا نلاحظ هذه الرامة لدينا مكتوب عليها بي سي 3L وهي كذلك دي دي ار 3 ولديها باص مقدر ب 12800 اس، حيث كما اكدنا ان البي سي 3 والبي سي 3 ال، حيث البي سي 3 فهي تدعم اجهزه الجيل الاول والجيل الثاني، فممكن ان تشتغل معك مع الجيل الثالث ولكن يجب ان يكون لديها باص عالي. اما البي سي 3 ال فهي تدعم اجهزه الجيل الثالث والجيل الرابع لان لديها بها باص عالي. كما قلنا ان الباص هنا 10000 فياتي دوما مع البي سي 3 يعني 10600 يأتي دوما مع البي سي 3، وهنا لدينا 12800 فهو يأتي مع البي سي 3 ال. ولدينا هنا نوعية أخرى من البي سي 3 من الرامة هنا، لدينا هنا بي سي 3
ال، ولدينا هنا الرام الاخرى 4 جيجا بي سي 3 12800، حيث كما قلنا بان البي سي 3 ال تاتي دوما معها 12000 فما فوق. فالاختيار لاي رام ان تضيفها على جهازك الكمبيوتر يجب ان دوما تراعي الرام الاوليه، وكما شرحنا سابقا التعريف اولا هل هي دي دي ار 1 او 2 او 3. وتاتي الى موضوع الباص، وتعرف اولا ما هو نوع اللابتوب، هل الجيل الاول او الجيل الثاني او الجيل الثالث. كما قلنا اذا كان الجيل الثالث تاتي عند البي سي 3 ال، ممكن ان تركب هذه الرامه هنا. واذا كان لديك اقل من الجيل الثالث مثلا الجيل الاول او الجيل الثاني، فممكن ان تركب هذه الرامه هنا التي هي بي سي 3 10600. وناتي هنا عند الدي دي ار 4، نلاحظ هنا مكتوب عليها هذه الرامه 16 جيجا بي سي 4 21 33، يعني فإذا أردت أن تضيف معها راما فيجب أن تراعي نفس الكتابة على الرامة الأخرى لكي لا يصل كي تجنب المشاكل. نلاحظ هنا هذه الرامة هنا 8 جيجا بي سي 4 21 33، فهذه ممكن أن تضيفها مع الرامة الأخرى التي بها 16 جيجا. ولهذا إخواني عند إضافتك لأي رامة لأي جهازك الكمبيوتر مع الرامة الأخرى التي لديك، فيجب دوما أن تراعي الشركة التي أنتجت هذه الرامات، حيث من الأحسن أن يكون قد صنعتهم نفس الشركة، وتراعي الباص وتراعي الدي دي آر كما شرحنا سابقا. وبهذا إخواني قد تم الشرح، ونرجو منكم الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.